بعد ما خلصت اني اكسايتد متحمسه قوي للفتره الجايه والقعده معاهم واني اشوف ايه اللي ممكن يحصل والتطور اللي يحصل للبروجكت. راضيه عن ادائي في البيتش بنسبه 50% عشان كنت حاسه اني ممكن اخد اوفر احسن من كده. اصعب لحظه عدت عليا جوه لما ايمن عباس كان بيسال كتير وبيضغط كتير في الكلام، كان بالنسبه لي دي اصعب زي مواجهة يعني. فكيت وحسيت ان الدنيا تمام لما بصيت في عينيهم ولقيت ان هم مقتنعين، وبدأ ناس منهم كانت بتكتب وناس كانت بتناقشني. لما بدأ ان النقاش يبقى زي ما الناس بتقول بناء، بدأت احس ان لا في امل يعني. الأوفر بتاع احمد طارق اول ما سمعته كان صدمة بصراحة، دوش كأنه دوش مية، دخلتي في ايس تانك مثلا. لما كنت خلاص اخدت الثلاثة شارتس في الأوفر وبعدين أيمن عباس انضم ليهم، بصراحة كانت حلوة أني حسيت أن لأ هما مقتنعين بالبروجكت وأن هما هيساعدوا في تطويره وأن هما they're in. فدي بالنسبة لي كانت لحظة كويسة أن أنا حاسة أني confident في البروجكت بتاعي. مش عارفة أنا خدت القرار الصح ولا غلط في الـ 75%، I think هيبان في الميتينجز الجاية.